فرضت شروطها وإن وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ تلك الشروط، وإسرائيل تقول إنها تحتفظ بحق الرد على أي خروقات. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل. شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول الفلسطينيين الحرم القدسي، والسلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر. أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي شنه ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ في الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان ضربه أهداف للجهاد الإسلامي ردا على صواريخ أطلقت من غزة قبل أن يعدل بيانه ويؤكد شنه الضربات قبيل توقيت الهدنة المعلنة. من جهتها تبنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه غلاف غزة، كما قصفت سرايا القدس ضمن عملية وحدة الساحات كلا من عسقلان وسديروت ونتيفوت وكيزوفيم وموقع رعيم العسكري بعدد من الرشقات الصاروخية، فيما سمعت صفارات الإنذار في ناحية العوز في غلاف غزة. وفي وقت سابق قبيل سريان الهدنة تعرض معبر إريز شمال غزة لأضرار مادية إثر تعرضه لإطلاق قذائف هاون من القطاع بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. وذكرت الإذاعة أن 3 قذائف هاون سقطت قرب المعبر دون وقوع إصابات في الأرواح. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم من خلال ضمانات مصرية للإفراج عن الأسير خليل عواودة والشيخ بسام السعدي. وأضاف النخالة في مؤتمر صحفي أن إسرائيل حاولت المماطلة على الشروط، إلا أن قدرة المقاومة في الرد والصمود هي ما أجبرتها على الموافقة. اشترطنا منذ البداية أن فقط بهذا الشرط أن يتم تحرير القادة الاثنين، الأخ المضرب عن الطعام والشيخ بسام السعدي، وحاول العدو أن يتباطأ في الإجابة على هذا المطلب، وبالنهاية خضع لهذه الشروط عبر ضمانات مصرية. النخالة أضاف أنه في حال عدم التزام إسرائيل بشروط الهدنة فإن المقاومة ستستأنف المعركة من جديد. إذا لم يلتزم العدو بهذه الطلبات التي وافق عليها سنعتبر أن شيئا لم يحدث وأن الاتفاق لاغيا وسنستأنف المعركة. وأكد النخالة أن المعركة الأخيرة أثبتت أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كانت تحت مرمى نيران حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، لافتا إلى أن المقاومة أصبحت أقوى من أي وقت مضى. كل المستوطنات الصهيونية اليوم، 58 مستوطنة صهيونية اليوم، كانت في نفس اللحظة تحت وقع صواريخ سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية في دقيقة واحدة تم قصفها تماما، بالإضافة لتل أبيب وأشدود وعسقلان ومدن فلسطينية. وللمزيد ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا باسل خلف. باسل أهلا بك، كيف تصف لنا الأجواء بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من بدء سريان الهدنة في قطاع غزة؟ هدوء نسبي في مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، لم نرصد أي
من إطلاق الصواريخ رشقات صاروخية ولا حتى غارات إسرائيلية، عدا عن تلك التي وقعت في الدقائق الخمس الأولى من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الساعة 11، ربما في الخمس دقائق الأولى كان هناك إطلاق عدد من الصواريخ ولم يرد عليها الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن الآن ذاهبون أكثر نحو عودة الهدوء على ما يبدو. الحكومة هنا في قطاع غزة، لجنة العمل الحكومي، أعلنت ونبهت الموظفين إلى ضرورة عودتهم إلى العمل بشكل طبيعي يوم غد الاثنين أو صباح اليوم الاثنين، بالإضافة إلى الجامعات وكذلك المصارف الفلسطينية العاملة هنا في قطاع غزة. وبالتالي عودة الحياة ستكون تدريجيا ساعات صباح هذا اليوم، حركة قليلة للناس صراحة في شوارع قطاع غزة في هذه الأثناء، لكن خرج بعض الشبان في مناطق توجهوا إلى منازل الشهداء، وتحديدا في مناطق التي رصدناها شمال قطاع غزة مخيم جباليا، وأيضا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية. والتجمع الثالث كان في منطقة مخيم رفح، حيث العدد الكبير من الشهداء الذي وقع بالأمس، ومن بينهم منزل خالد منصور وزياد المدلل وأيضا شيخ العيد. هذه التجمعات من الشبان تواجدوا في أمام منازل هؤلاء الشهداء لبضع دقائق ثم غادروا تلك المنطقة، وبالتالي عودة الحياة تدريجيا ستكون مع ساعات صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى أنه الشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية أيضا لديها ترتيبات لعودة العمل بشكل طبيعي بعد أن كانت رفعت حالة الطوارئ إلى أعلى درجاتها خلال الأيام الماضية ومنذ عصر يوم الجمعة. هذا من الناحية الحياتية العملية، لكن فيما يتعلق أيضا بالمعابر، حتى اللحظة لا يوجد إعلان رسمي كيف سيعمل معبر كرم أبو سالم وحاجز إيرز بيت حنون. في العادة حاجز إيرز بيت حنون يخرج منه عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل في المدن الإسرائيلية، عددهم تقريبا 12 ألف، وهؤلاء حتى اللحظة غير معروف إذا كانوا سيذهبوا صباح الغد إلى عملهم أم لا. وبالتالي حتى حركة الوافدين سواء الموظفين الأجانب وغيرهم، وأيضا فيما يتعلق بالموضوع المهم فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم التجاري، هل ستدخل بضائع ساعات صباح يوم غد أم سيكون هناك مماطلة؟ هذا أيضا موضوع قيد الترقب، خاصة أنه في حال سمح بدخول الوقود فإن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستعود للعمل، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين هنا في قطاع غزة، والجميع سيكون في موضع ترقب لطبيعة هذا الاتفاق، كيف سيدوم خلال الأيام القادمة بالنظر إلى التصريحات السياسية التي خرجت من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي فيما يتعلق بخليل عواودة الأسير مضرب عن الطعام وكذلك الشيخ بسام السعدي. نعم، طيب بالعودة إلى هذه التصريحات للسيد زياد النخال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، كيف يعني تحدث هو بروح المنتصر وأن حركة الجهاد الإسلامي فرضت شروطها على كيان الاحتلال، كيف استقبل أهالي غزة هذه التصريحات؟ كيف استقبلوا هذه الهدنة؟ كيف يمكن أن تصف الروح العامة في غزة؟ هناك شعور كامل بالانتصار في هذه الجولة من التصعيد في قطاع غزة. بعض المواطنين ممن خرجوا في المسيرات كما ذكرنا العفوية التي اتجهت نحو منازل الشهداء هتفوا للمقاومة الفلسطينية وللعمل الذي قام به المقاومون الفلسطينيون للرد على الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأيضا هتفوا بأسماء بعض من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ومن بينهم زياد نخالة، وحملوا صورا لهم أيضا. هذا كان يتزامن أيضا مع حالة من يعني الانتظار لما ستؤول إليه الأمور الفلسطينيون، ليس فقط جولة التصعيد هذه بدأت بالصواريخ عصر يوم الجمعة، إنما كانوا أيضا في مرحلة شد أعصاب قبل ذلك بثلاثة أو أربعة أيام أيضا، حينما كانت هناك تصريحات إسرائيلية وتهديدات من على حدود غزة بإمكانية شن ضربة عسكرية على القطاع،
لكن مع زوال هذا ودخول وقف إطلاق النار كان هناك حالة من الارتياح في صفوف المواطنين، على اعتبار أنه التهديدات الإسرائيلية نفذت بالفعل وكانت قاسية، وكان هناك حديث عن أنه قد تستمر جولة القتال هذه عدة أيام، وطاقة الفلسطينيين وسكان القطاع المنهكة بسبب والمستنزفة بسبب سنوات الحصار ليس بوسعها استيعاب أكثر من ذلك فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أولا والمعيشي والإنساني الذي جاء على كثير من مفاصل الحياة هنا. ومباشرة من اليوم الأول والثاني كان هناك تهديد للاحتياجات الأساسية التي يعني تتطلبها منازل المواطنين ويتطلبها الوضع المعيشي، سواء بتوفير مولدات الكهرباء، توفير عفوا الكهرباء من محطة توليد الكهرباء، وهذا كان يصل 3 إلى 4 ساعات، أو فيما يتعلق حتى بالخدمات الأساسية الصحية، كان هناك تحذير من إمكانية توقف الخدمة خلال 48 ساعة قادمة. كل هذا هذه العوامل المدنية قد تكون أيضا أثرت على دائرة صنع القرار عند المقاومة الفلسطينية، وبالتالي نظرت إلى الموضوع بما يمكن احتواء هذه الجولة من التصعيد ووقوفها عند هذا الحد. وكان هناك تصريحات فلسطينية من الساسة سواء من حماس أو من الجهاد الإسلامي قالوا أنه هذه هي جزء من معركة طويلة مع الاحتلال، وهذا إشارة إلى أنهم يتفهمون الظروف التي يعيشها سكان القطاع، كما ذكرت مرة أخرى المنهك بسبب الحصار، ثم زاد على ذلك إحكام إغلاق المعابر منذ 6 أيام. شكرا جزيلا لك حتى الآن زميلنا باسل خلف مراسل التلفزيون العربي في غزة، وانضم إلينا عبر الهاتف سيد أسامة حمدان القيادي بحركة حماس. أهلا بك سيد أسامة. نعم، يعني هل بعد انتهاء هذه الجولة من التصعيد ووصول جميع الأطراف إلى الهدنة وبدء سريان الهدنة، هل يمكن القول بالمجمل أن المقاومة الفلسطينية فرضت شروطها بالفعل على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء من أبناء شعبنا الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأن يعني يتقبل جهد كل من ضحى وكل من قاوم. لا شك أخي الكريم أن ما جرى هو جزء من مسلسل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وكما يعرف الجميع كانت هناك جهود من أجل عدم الوصول إلى هذه النقطة، غير أن الغدر الإسرائيلي المعهود طبعا عن هذا الكيان أدى إلى هذه الجولة من المواجهات. نحن نعتقد أن العدو أدرك تماما بعد هذه الجولة أن سياسة الاغتيالات لن تكون سياسة ناجعة في التعامل مع المقاومة بأي حال من الأحوال، وأن عمليات الاغتيال من شأنها أن تفضي إلى مواجهات قد لا تكون نتائجها وفق ما يرضى الاحتلال. نحن نعتقد في المقاومة أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة قدمت رسالة واضحة أنها لن تسمح للعدو بأن يفرض أجندته عليها، وأن استعدادات المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال هي استعدادات جيدة بغض النظر عن تقديرات الاحتلال أو تقييماته، لأنه في نهاية المطاف هذه المقاومة لها عقل يحكم هذا المسار، وأيضا لها مصالح تقدرها بغض النظر عن ربما حجم التضحيات التي قد تكون نتيجة ذلك. يعني الاحتلال ربما أشار إلى أو مارس سياسة الفصل بين فصائل المقاومة المختلفة، وحاول على الأقل خلال هذه الجولة من التصعيد أن ينفرد بحركة الجهاد الإسلامي. إلى أي مدى نجح هذا الأمر، وإلى أي مدى أيضا يعني يمكن القول أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كانت موحدة وكانت تدير هذه المعركة من غرفة واحدة مشتركة، إلى أي مدى هذا الأمر كان صحيحا؟ يعني الحقيقة هذه حرب نفسية شنها العدو من اللحظة الأولى. غرفة عمليات المقاومة كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية المواجهة. نحن معنيون
أن تكون المقاومة دوما موحدة في وجه الاحتلال، وقد نجحنا في ذلك رغم كل المحاولات الإعلامية الإسرائيلية والحرب النفسية التي شنها العدو للقوى خلاف ذلك. والشهداء الذين استقوا في هذه المواجهة هم شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء المقاومة الفلسطينية جميعا، ولن ينجح العدو بحمل أحوال في تقديرنا في تمزيق وحدة المقاومة. لعل من الدروس المستفادة في هذا الحدث وفي هذا المشهد أن محاولة الحرب النفسية التي شنها العدو من خلال القول أن هذه المقاومة يمكن أن تفترق في ظل مواجهة من هذا النوع قد فشلت، وكانت المقاومة أكثر وعيا وقدرة على استيعاب هذا الدرس. ما جرى في الميدان كان بإدارة غرفة العمليات المشتركة والمشاركة في الميدان أيضا بأشكالها وأنماطها المختلفة أيضا كانت في سياق متفق عليه في غرفة العمليات. طيب، هل يتوقع الآن أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاتفاق وبشروط هذه الهدنة؟ يعني تجربتنا مع الاحتلال لا تبعث على الثقة مطلقا بهذا العدو. رغم ذلك نحن نقدر كل الجهود التي بذلت في طيب ما هي الخيارات في هذه الحالة؟ يعني الخيارات هي مواجهة أي عدوان إسرائيلي يقع، وعلى العدو أن يدرك تماما أنه الوصول إلى هذه التهدئة لا يعني بحال من الأحوال أن المقاومة ستلقي السلاح وأن الشعب الفلسطيني سيثق يوما بهذا العدو. ما يجري في تاريخ الصراع مع هذا العدو يؤكد أنه لا يمكن الثقة به. نحن نطمئن إلى جهود أشقائنا التي بذلت نثق بهم، ولكننا لا نعطي ثقة لهذا العدو، ولهذا المقاومة ستظل متيقظة وستظل يدها على الزناد، وفي حال أن العدو تصرف بطريقة تسيء إلى شعبنا وإلى مقاومتنا، المقاومة سيكون لها كلمتها في هذا المجال. أيضا الاحتلال ربما يتبع استراتيجية أو سياسة الاقتصاد مقابل الأمن في قطاع غزة، أن يتيح للغزيين تصاريح العمل، أن يمد غزة ببعض احتياجاتها خاصة في مجال الوقود وما إلى ذلك. يعني إلى أي مدى هذه الاستراتيجية تبدو ناجحة، وربما في إحداث الفصل بين المقاومة الفلسطينية وبين يعني الشعب الفلسطيني في غزة؟ يعني أنا أعتقد أنه جهود العدو المختلفة وضغوطه المختلفة يمكن أن تنجح في إحداث فصل بين المقاومة وبين الشعب الفلسطيني لسبب بسيط جدا، أن المقاومة هي من الشعب ومن أبناء الشعب الفلسطيني، ويرى شعبنا فعل هذه المقاومة دفاعا عنه وحرصا عليه ودفاعا عن حقوقه، وبل أكثر من ذلك الشعب الفلسطيني هو الذي يقدم التضحيات، فالمقاومين هم من أبناء هذا الشعب والشهداء من أبناء هذا الشعب. لذلك أنا أعتقد أنه فكرة أن ينجح الاحتلال تحت عنوان اقتصادي أو عنوان الحصار يمكن أن تنجح هي فكرة بعيدة عن الواقع. الحصار على غزة أذكر عمره 16 عاما وليس عاما أو عامين، ورغم ذلك إرادة الشعب الفلسطيني متماسكة. الحروب التي وقعت في ظل الاحتلال هي 5 حروب حتى الآن، ورغم ذلك بقي شعبنا متمسكا بخياراته وبمقاومته. هذا لا يعني أن المقاومة لا تعبأ بما يعانيه الشعب الفلسطيني من ضغوط. المقاومة حريصة كل الحرص على تخفيف هذه الضغوط وتخفيف أشكال الحصار المختلفة على الشعب الفلسطيني، لكن بكل تأكيد أيضا الشعب الفلسطيني يمنح هذه المقاومة ثقته ويتحمل معها ويقبل هذه التضحيات من أجل أن يستعيد حقه. سيد أسامة، يعني سؤال أخير ربما في سياق هذه المقابلة، يعني ما طبيعة الضمانات التي حصلت عليها المقاومة لتنفيذ هذا الاتفاق، ويعني إلى أي مدى يعني هذه الضمانات يمكن الاعتماد عليها في أن ينفذ هذا الاتفاق؟
يعني أنا أريد أن أكون صريح في هذا الموضوع. نحن قلت في حديثي أننا نثق بجهود أشقائنا الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق، لكننا لا نثق في عدونا بأي حال من الأحوال. ولذلك هناك ضمانات المسؤول عنها وعن إنفاذها ومن الوسطاء في وقف إطلاق النار، لكن في حال كما قلت أخل العدو بذلك فالمقاومة سيكون لها كلمتها بكل وضوح. لا يمكن الثقة أو الاطمئنان إلى سلوك هذا العدو بأي نعم. حال. سريعا، هل يشمل ذلك ربما رفع الحصار عن غزة؟ رفع الحصار عن غزة قضية أساسية تعمل عليها المقاومة بأشكال مختلفة، وهناك جهود عديدة في هذا المجال. نأمل أن نصل في نهاية الأمر إلى رفع الحصار عن قطاع غزة إن شاء الله تعالى. أسامة حمدان القيادي بحركة حماس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من غزة سيد شاكر شبات المتخصص في الشأن الإسرائيلي. سيد شاكر أهلا بك. يعني بالنظر إلى يعني ما تم الحديث عنه من ضمانات مختلفة لهذا الاتفاق، ما هي فرص صمود هذا الاتفاق خلال الأيام المقبلة؟ نعم، في تقديري عندما يعني توصل الطرفان الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي إلى أن يتفقوا برعاية مصرية، معنى ذلك أن الأهداف التي شنت أسبابها إسرائيل الحرب على غزة قد استنفذت، وكذلك الجهاد الإسلامي لم يعد أمامه من خيارات إلا يعني أن يقبل بهذه الوساطة. فبالتالي مفترض أن تصمد هذه الوساطة، ومفترض أن يكون الراعي المصري له دور في متابعة وقف إطلاق النار واستمراره، ويعني كما تم التوافق عليه بحث قضية الأسرى تحديدا الأسير مضرب عن الطعام والأسير البسام. فبالتالي يعني ضمانات، أنا أعتقد أن إسرائيل تلعب بها دائما، وهي ليست أول اتفاق ما بين إسرائيل والمقاومة، وفي كل مرة تتنصل إسرائيل وفقا لحاجاتها، وفقا لحاجاتها الأمنية والاقتصادية، وأحيانا تتساهل. طيب بالنظر إلى هذه التجارب السابقة وتتقاطع يعني مع حاجاتها. إذن أنا في تقدير الاتفاق، اتفاق الرعاية المصرية، الرعاية المصرية هي التي تحدد انخراطها بشكل جدي في تثبيت هذا الاتفاق. طيب بالنظر إلى التجارب السابقة التي أشرت إليها، يعني ما الذي يهدد هذا الاتفاق؟ نعم، ممكن أن يكون هناك أي حدث، ولو كان يعني دائما ما تجري الأحداث بوتيرة متسارعة. يعني هذا الاعتداء الذي حصل من أي 3 أيام فقط، توتر الأوضاع أسبوع بعد أن اعتقال بسام السعدي، فبالتالي ممكن حدث صغير أن يكبر ويصبح كرة الثلج تتدحرج إلى أن تؤدي إلى تصعيد. وعلى فكرة العلاقة ما بين قطاع غزة المقاومة، ما بين دولة الاحتلال، ما بين الحرب والحرب، تمهيد لحرب، استعداد لحرب، تسخين جولة، وهكذا، هذه طبيعة العلاقة منذ يعني سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والمقاومة. ونحن الآن يمكن هذه الحرب السادسة من 2006 إلى 2022، فبالتالي كما قلت لك يعني هذه طبيعة العلاقة، لا يمكن أن نضمن استمرار التهدئة، ولا يمكن أن نتوقع أن يكون التصعيد غدا، لكن عمليا إذا لم يكن هناك تصعيد هناك استعداد للتصعيد، هناك تحضير للتصعيد، حتى تصل الأمور ربما بالصدفة، ربما بظرف طارئ، ربما نتيجة حسابات عند الطرف الإسرائيلي أو طرف المقاومة أن تتدحرج الأمور. بمعنى ليس هناك ثوابت في مسألة التهدئة وتبريد الأجواء أو التصعيد. كما قلت لك هذه العلاقة الطبيعية ما بين مقاومة ودولة الاحتلال. وما هي خيارات المقاومة في أي حالة من هذه الأحوال؟ لا، هي الخيار، المقاومة خيار،
المقاومة خيار بالنسبة للشعب الفلسطيني، المقاومة خيار للتحرير، خيار لانتزاع الحقوق. يعني قطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة رغم أن هناك محاولات كثيرة جرت على أن تعزل غزة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعزل غزة عن محيط الفلسطيني، عن ما يحدث في القدس وفي الضفة الغربية، طبعا من خلال يعني الإشكاليات التي وضعوا فيها غزة، الفقر والحصار والجوع، أن تتفرغ غزة إلى حل هذه الإشكاليات وتبعد عن يعني ملفات الصراع القدس واللاجئين والمستوطنات وإلى آخره. بالرغم من ذلك لا، كان لغزة والمقاومة رأي آخر، أن غزة لا تقاتل عن نفسها، غزة والمقاومة لها سقف سياسي، لها باع عمود فقري في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فبالتالي دائما تكون حاضرة عند الحديث عن ملفات الصراع الساخنة. يعني مايو 2021 دفاعا عن الأقصى والشيخ جراح، هذه المعركة دفاعا عن الجنين وعن الاعتقالات وعن الأسرى. فبالتالي كل المحاولات للفصل ما بين المقاومة في قطاع غزة وجدول يعني مواضيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أعتقد أنها بات في الفشل. وأحد أهم دوافع الاحتلال لشن هذه العملية هو عمليا الفصل ما بين قطاع غزة وما بين الضفة الغربية، وهذا موضوع أرقهم كثيرا فيما منذ أن رفعت المقاومة شعار الدفاع عن المسجد الأقصى. هم أرادوا بهذه المعركة ليس فقط الفصل ما بين الساحات، وإنما فصل قطاع غزة بهمومه ومشاكله عن الضفة الغربية وما يحدث بها، وكأن غزة ليس لها علاقة، أو ما بين المقاومة يعني ليس علاقة بما يحدث هناك. ولذلك أنا أعتقد أن الجهاد الإسلامي أصر أن يتضمن اتفاق التهدئة قضية بسام السعدي المعتقل وقضية الأخ المعتقل المضرب عن الطعام، وهذا الربط وإن كان يعني ليس محسوما أن يجم الإفراج عنهم، لكن مجرد أن يأتي البيان على ذكر هذه النقطة، هذا يعني أن حركة الجهاد والمقاومة في قطاع غزة مصر على ربط المقاومة بما يحدث هناك في الضفة والقدس، وأن الساحات موحدة وأن المواضيع موحدة وأن الصراع موحد وأن الشعب الفلسطيني في كل مكان يرفع نفس الشعارات ونفس الأهداف، الدولة والاستقلال وإقامة الدولة وعلى حدود 67 على الأقل وعاصمة القدس. نعم سيد شاكر شبات المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك في خلال هذه التغطية. خرج المئات من أبناء قطاع غزة إلى الشوارع مع سريان وقف إطلاق النار، ورفع المتجمهرون شعارات وطنية، كما وجهوا التحايا لسرايا القدس وكافة الفصائل الفلسطينية على دورها في صد الهجوم الإسرائيلي على غزة، معلنين انتصارهم على الاحتلال الإسرائيلي. ونعود إلى ضيفنا سيد شاكر شبات المتخصص في الشأن الإسرائيلي. سيد شاكر، يعني بما أنك متخصص في الشأن الإسرائيلي وبالنظر إلى الأهداف المعلنة لهذه الحملة على قطاع غزة، إلى أي مدى نجحت إسرائيل في تحقيق هذه الأهداف سواء المعلنة منها أو الخفية؟ إسرائيل رفعت شعار للمعركة وهو محاولة يعني توجيه ضربة قوية كما قالوا للجهاد الإسلامي، على اعتبار أنه تنظيم متطرف ومرتبط بالأجندات الدولية والإقليمية وتحديدا إيران، ولكن عمليا حاولوا تخفيف حدة هذه الشعارات أثناء العمليات. يعني اقتصرت شعاراتهم بالانتصار ما بين مزدوجين في نجاحهم في عملية الاغتيال، وكأن العملية بكلها بمجملها تهدف إلى اغتيال القادة سواء منصور أو الجعبري، وهذا بتقديري
يعني ليس حقيقة، ليس حقيقي. هذه جزء من بروباغندا، هو جزء من دعاية، جزء من تنافس داخلي في 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 المجتمع الإسرائيلي. الانتخابات على الأبواب، يائير لبيد يريد أن يرمم صورته على أنه شخص قادر على شن عمليات، وبيل غانتس وزير الدفاع يريد أن يظهر أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه رجل الأمن، سيد الأمن في إسرائيل. لكن عمليا يعني 3 أيام لم تغير في الواقع الاستراتيجي في قطاع غزة. يعني الجهاد الإسلامي كتنظيم لازال قائم وموجود، ترسانة التسليح لازالت قائمة وموجودة، ممكن أن يتم ترميم ما تم فقده أو إطلاقه على دولة الاحتلال في أسابيع أو أشهر. القائد بالتأكيد، موضوع القائد هو خسارة بشرية وإنسانية، لكن عمليا لا يمكن أن يتوقف تنظيم وعمل تنظيم ومسير التنظيم على شخص، وهذه مسألة طبيعية في كل التنظيمات وفي كل الدول يعني وفي كل الجيوش. فبالتالي رغم الخسارة البشرية، لكن لا أعتقد أنها تؤثر استراتيجيا على حركة الجهاد الإسلامي كقوة ونفوذ وتأثير في ساحة العمل السياسي الفلسطيني وعلى ساحة المقاومة. فبالتالي أنا أعتقد أن محاولة تصوير الإسرائيليين وتحديدا يائير لبيد على أن ما حدث هو انتصار وهو إنجاز، أنا أقول لك أن هذا موجه للرأي العام في المجتمع الإسرائيلي. هذا جزء من المنافسات على أصوات الناخبين في المجتمع الإسرائيلي. عندما جلس مع نتنياهو اليوم يضع في صورة الأوضاع، خرجت صور، وهذا من مكتب رئيس الوزراء، من مكتب لبيد، وكأنه يعني يقف ندا لنتنياهو، وكأنه يعطي نتنياهو ما حدث ونتنياهو عليه أن يستمع. فلذلك يعني تم استثمار واستغلال هذه العملية العسكرية، والإنجاز المحدود في اغتيال الشهداء وكأنه إنجاز تاريخي، وأن نتنياهو قدم نفسه لأمام المجتمع الإسرائيلي وأمام منافسينه بأنه رجل دولة وأنه ممكن أن يكون رئيس وزراء ويستطيع أن يتخذ القرارات الاستراتيجية، وأن الإشاعة أنه ليس رجل أمن وليس لديه تجربة وغير قادر على اتخاذ قرارات الذهاب إلى الحرب، أعتقد أن يائير لبيد حاول أن يغير هذه الصورة النمطية عند المجتمع الإسرائيلي وعند المنافسين في اليمين. شاكر شبات، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وأشارت الوزارة في بيان لها أنه سقط نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع 44 شهيدا، من بينهم 15 طفلا وأربع سيدات، وإصابة 360 شخصا بجروح مختلفة. يستدير لها العدوان الإسرائيلي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. يستهدف منزلا في مخيم الشعوط بالمدينة، يرتقي فيه نحو 10 شهداء، بينهم القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور واثنين من رفاقه. لا توفر الضربات الإسرائيلية أهدافا مدنية. وكان شيء مرعب، مخيف جدا جدا. يعني استهدفوا البيت تقريبا بخمس صواريخ أو ست صواريخ أشلاء، يعني الإشي مرعب مرعب جدا فعليا. عمارة شقتين فيها، ثلاث شقق، محلات تجارية، محددة، واحد تاع الألمنيوم، واحد نجار، إيش بده يطلع ولا مطلع، واحد تاع مسمكة وتاع جاج، منجرة، يعني هذه فاجعة، فاجعة إنسانية. لا يقف الغزيون عند الفواجع كثيرا، وإن شيعوا بروعة شهداءهم. فرق الإنقاذ أنهت إخراج من هم تحت الردوم خلال ساعات، ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفيات القطاع، ويلملم هنا ما لم يسوى بعد بالأرض من مستلزمات الحياة. لا يعمر الدمار على كثرة تواتره على أرضها غزة إلا قليلا. يمهدون لغد، حاضره موصول برد القصف بقصف، تمده سرايا القدس برشقات صاروخية وقذائف هاون تجاه مواقع ومدن إسرائيلية، إلى أن تصفو لغزة سماء تسكن تحتها وحيدة. قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن المقاومة الفلسطينية كلها كانت في مربع واحد في غرفة العمليات المشتركة، واصفا العلاقة بين الجهاد وحماس بالجيدة والتي تتطور باستمرار. نحن في فصائل المقاومة نعتبر أنفسنا في مربع واحد، وهناك غرفة عمليات مشتركة. بالنسبة للعلاقة بين الجهاد وحماس هي علاقة جيدة وتتطور باستمرار،
نحن في هذه الجولة حتى الآن نقوم بواجبنا ومسؤولياتنا. السرايا تستطيع أن تستمر لأيام طويلة. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة تنفيذه 71 مهمة منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة يوم الجمعة الماضي. وقال المتحدث باسم الجهاز إن الاحتلال الإسرائيلي دمر عدة مبان فوق رؤوس ساكنيها في جريمة حي الشعوث برفح مساء السبت. نطالب المجتمع الدولي والعربي إلى إدخال المعدات، معدات الإنقاذ التي تختص في عمليات الإنقاذ لدى الدفاع المدني، حتى يقوم الجهاز بتنفيذ كامل مهامه على أكمل وجه. ثانيا، ندعو لتجنب المدنيين من عمليات الاستهداف والقصف التي راح ضحيتها عشرات من الأطفال والنساء والمسنين. طالبت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وممارسة ضغط عليه لإنهاء الحصار والعقاب الجماعي الذي حول قطاع غزة إلى معتقل كبير. ودعت الهيئة إلى إدخال المواد الغذائية والمواد اللازمة لتشغيل الكهرباء تفاديا لوقوع كارثة إنسانية في القطاع. إننا في الهيئة الوطنية إذ نثمن هذه الأدوار الشعبية والكفاحية والبطولية، نطالب المجتمع الدولي بفرض العقوبات على دولة الاحتلال وممارسات الضغط عليها من أجل إنهاء الحصار والعقاب الجماعي الذي حول المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة إلى معتقل كبير، وإدخال المواد اللازمة للكهرباء والمواد الغذائية خوفا من وقوع قطاع غزة في كارثة إنسانية محدقة يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والضمير الإنساني العالمي. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مقتضب إن 2200 مستوطن متطرف اقتحموا المسجد خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن الاقتحامات تمت في مجموعات ضمت كل واحدة منها عشرات المستوطنين بحراسة الشرطة الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا إن الحكومة الفلسطينية باشرت حراكا دبلوماسيا لشرح أبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم قوات الاحتلال في حق الأطفال والأبرياء ومنازلهم في القطاع. من جانبها شرعت الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس ومن خلال وزارة الخارجية بحراك دبلوماسي وقانوني لشرح أبعاد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفضحه، وخاصة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين الأبرياء والمنازل والبنية التحتية في قطاع غزة. وأضاف اشتيا أن اجتياح المستوطنين الإسرائيليين للحرم الشريف والمسجد الأقصى وحملة الاعتقالات في الضفة ليس دعاية للأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات فحسب، بل هي عدوان مستمر وشامل على الشعب الفلسطيني. هذا العدوان المتجدد سنويا على غزة يجب أن يتوقف فورا، وهذه الجرائم ستضاف للملفات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية. سيادة الرئيس أبو مازن يواصل اتصالاته منذ اللحظة الأولى للعدوان مع جميع الجهات المعنية للوقف الفوري لهذه الحرب على أهلنا في قطاع غزة. وينضم إلينا من رام الله أنس أبو عرقوب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد أنس، يعني ما هي فرص ربما صمود هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 3 ساعات حتى الآن؟ بالنسبة لجيش الاحتلال وحكومته يعني يريدون على الأقل أن يصمد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. المستوى السياسي في إسرائيل
حقق يعني أنجز دعاية انتخابية على حساب الدم وسفك الدماء الفلسطينية وأي استمرار للعدوان لا ينطوي على ضمانة لعدم نجاح المقاومة وتحديدا الجهاد الإسلامي في إيقاع خسائر بشرية بعد أن وسع من نطاق دائرة القصف ورفع وتيرة النيران وشدد من كثافتها. الآن نقترب يعني كلما اقتربنا من الانتخابات تبدو مثل هذه المغامرة يعني في حال وقوع خسائر بشرية في صفوف جيش الاحتلال والإسرائيليين عموما مغامرة قد تخرج من الحلبة السياسية من يدفع نحوها. جيش الاحتلال بالنسبة له يعني منذ فترة طويلة لم يكن قادرا على تقديم بين قوسين إنجازات للمجتمع الإسرائيلي، هو الآن يسوق ويروج أنه تمكن خلال هذه الحرب من تحقيق أهدافه المتمثلة في قتل عدد من يعني القادة العسكريين المجربين من ذوي الكفاءة في قيادة سرايا القدس الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، وأي استمرار لمثل هذه العملية يعني عمليات القصف المتبادل فإنها قد توقع خسائر في صفوف جنوده وقد تقلب الصورة على عقب. هذه المرحلة عندما يكون الدم الفلسطيني هو المسفوح يعني سيد أنس لو سمحت لي يعني هل أفهم الجيش الإسرائيلي، هل أفهم من تحليلك يعني هذا أنه يائير لبيد سيحصد ثمار ربما هذه الحملة على قطاع غزة سريعا في الساحة السياسية في إسرائيل؟ يائير لبيد ووزير جيش الاحتلال لديهم بني جانتس، لديهم مبررات ودوافع شخصية إلى جانب الهدف العملياتي الملح بالنسبة لجيش الاحتلال. الهدف السياسي يائير لبيد شخص لم يؤدي خدمة عسكرية في حياته، لم رصيده في سفك دماء الفلسطين متواضع جدا في يعني أمام قادة الأحزاب الإسرائيلية الأخيرة الآخرين. هو يعني تكفيه صورة وجوده في مقر قيادة جيش الاحتلال وأن يصور نفسه قائدا لهذا الهجوم الدموي. أيضا وزير جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية والأسابيع والشهور بدا ضعيفا وخائر القوى بفعل الدعاية التي مارسها زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عندما مزق المهاجمون المنفردون شعور الإسرائيليين بالأمن في تل أبيب وفي غيرها من التجمعات السكنية الإسرائيلية الكبرى، ولم يكن أمام جانتس عنوان ليهاجمه لأن هؤلاء كانوا منفذين منفردين. عندما قاد هذا الهجوم أراد ترميم صورته الشخصية أمام الإسرائيليين، لأنه لو وصل إلى الانتخابات وهو يحمل صورة الضعيف وهو يمثل صورة الضعيف سيخسر. أيضا الجيش الاحتلال لديه منظومات طورها منذ العدوان الأخير يريد اختبارها تمهيدا لمعركة واسعة النطاق
تشترك فيها كل الفصائل الفلسطينية، ووقع اختياره على استهداف الجهاد الإسلامي بوصفه القوة النارية الأقل عند مقارنته بفصيل كبير مثل حركة حماس. هم الجيش أراد يعني اختبار نقاط ضعف قبته الحديدية ومنظومة دفاعاته الجوية ومنظومات أخرى في الضبط والسيطرة والاستطلاع. هذا ما أراده الجيش ويريده بشكل ملح، والتقت مصلحة السياسيين مع مصلحة العسكريين في تنفيذ هذه المذبحة. هذه ليست عملية عسكرية بل مبادرة إلى قصف أبراج سكنية وأشخاص يعني موجودون في منازلهم بغية استدراج الفلسطينيين لمواجهة غير متكافئة، مواجهة استعدت لها إسرائيل قبل تنفيذ عملية اغتيال الجعبري. كان هناك المئات من الطائرات المسيرة المذخرة التي تغطي سماء غزة والمحاور التي ستنطلق منها هجمات الجهاد الإسلامي نحو التجمعات جيش الاحتلال في محيط قطاع غزة. إذن هذه العملية، هذه المذبحة تمت بظروف مخبرية جاهزة، وكانت الأجواء والاستعدادات مكتملة من أجل اختبار المنظومات الجديدة ودراسة آليات وطرق الإدارة لدى حركة الجهاد. نعم سيد أنس، ولقتل أكبر كم من كوادره العسكريين. نعم سيد أنس أبو عرقوب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي من رام الله، أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك في سياق هذه التغطية. أثنى المبعوث الدولي للشرق الأوسط تور وينسلاند على دور قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وكشف وينسلاند أن الأمم المتحدة عملت بشكل وثيق مع مصر للتوسط في استعادة الهدوء بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، وجدد التزام الأمم المتحدة بالعمل على إنهاء التصعيد المستمر وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين. تطالب حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بالإفراج عن اثنين من قياديها ضمن شروط وقف إطلاق النار. بسام السعدي هو أحد أبرز قيادي الحركة ويبلغ من العمر 63 عاما، وهو من مخيم جنين، قضى في سجون الاحتلال أكثر من 15 عاما. شكل اعتقاله أولى شرارة التوتر بين إسرائيل وحركة الجهاد على حدود قطاع غزة بسبب ظروف اعتقاله التعسفية. كذلك تطالب حركة الجهاد بالإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة، يبلغ عواودة من العمر 40 عاما، وهو من بلدة إذنا غرب الخليل، أمضى قرابة 12 عاما من حياته في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويخوض الأسير عواودة إضرابا عن الطعام منذ قرابة 150 يوما ضد تجديد اعتقاله إداريا، ليكون الإضراب السادس له عن الطعام في حياته. ونعود مرة أخرى إلى سيد أنس أبو عرقوب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي من رام الله. سيد أنس، كنت تتحدث في الجزء الأول من المقابلة عن كيف يمكن أن يستفيد يائير لبيد ووزير الدفاع الإسرائيلي من هذه الجولة. طيب، والحال هذه يعني هل تتوقع أن تلتزم إسرائيل التزاما صارما بشروط هذا الاتفاق؟
شروط اتفاق هذا الاتفاق والبنود بالنظر إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة، إسرائيل لم تلتزم بأي من البنود في الحروب السابقة. استاذن منك استاذ انس ابو عرقوب، يبدو ان هناك مشكله في صوت. هذه صور تصلنا الان مباشره من قطاع غزه، وذلك بعد اكثر من 3 ساعات، حيث يسود الهدوء قطاع غزه، وكما نرى في هذه الصور لا يعني التزام كامل بشروط هذه الهدنه التي انجزت بوساطه مصريه وبرعايه اطراف دوليه منها قطر ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، كما ذكر المبعوث الدولي للشرق الأوسط. هذه الهدنة جاءت بعد 3 أيام من حملة إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وصل عدد ضحايا هذه الحملة حوالي 44 شهيدا، تقريبا ثلثهم من الأطفال، بالإضافة إلى 360 جريحا، وذلك في ظل تردي الكثير من الخدمات الصحية واللوجستية في قطاع غزة الذي يعاني حصارا شاملا من الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق المعابر حتى قبل وقت من بدء هذه الجولة. نذكر أن حركة الجهاد الإسلامي قالت أنها فرضت شروطها للتوصل إلى هذا الاتفاق وإلى هذه الهدنة التي تمت بوساطة مصرية، وتعهد الوسيط بناء على اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بالإفراج عن خليل عواودة اليوم ونقله إلى المستشفى، وكذلك الإفراج عن الشيخ بسام السعدي، وهما القياديان في حركة الجهاد الإسلامي. وألمحت حركة الجهاد الإسلامي بأن أي خرق من جانب إسرائيل لهذا الاتفاق فإن المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على هذه الخروقات. إذا نواصل هذه التغطية المستمرة معكم من شاشة التلفزيون العربي. استمرت هذه الجولة من المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي 3 أيام، وسقط خلالها نحو 41 شهيدا و311 جريحا بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة، بينما أعلنت إسرائيل جرح عدد من المستوطنين بصواريخ الجهاد الإسلامي في مستوطنات غلاف غزة. تهديدات أطلقتها إسرائيل يوم الجمعة الماضي سبقت هجومها على قطاع غزة، لوحت حينها باغتيال قادة في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وبعد استدعائها 25,000 جنديا من قوات الاحتياط نفذت إسرائيل وعيدها بسلسلة غارات على القطاع تحت مسمى الفجر الصادق. أسفرت الغارات الأولى عن استشهاد تيسير الجعبري أحد أبرز قادة سرايا القدس، وهي الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وتوعدت الحركة بالرد على الهجمات الإسرائيلية في وقت شهدت فيه مدن في الضفة الغربية مسيرات تضامنا مع غزة. وأعلنت القاهرة بدء جهود الوساطة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، لكنها أخفقت في الوصول إلى أي اتفاق. في اليوم الثاني من العدوان على غزة أعلنت إسرائيل استهداف 30 موقعا للحركة في القطاع، وأسفر ذلك عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية 22 فلسطينيا في الضفة غالبيتهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي. وردت سرايا القدس بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة، ليفعل الجيش الإسرائيلي قبته الحديدية الاعتراضية. تزامن ذلك مع مغادرة مئات المستوطنين في وقت تواصلت فيه دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا للتهدئة.
في اليوم الثالث للهجوم على غزة واصلت إسرائيل تصعيدها وقصفت مواقع عدة في القطاع، وأعلنت استهداف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد منصور جنوبي القطاع. وردت سرايا القدس برشقات صاروخية اتجاه المدن والبلدات المحتلة. لم يسدل الستار في هذه المواجهة القصيرة الأمد رغم كلفتها البشرية الباهظة إلا بوساطة مصرية وتحرك دولي أثمر موافقة كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي على هدنة ستسكت صوت الغارات والصواريخ في غزة إلى حين. نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة جماهيرية في مخيم برج البراجنة بلبنان تأييدا وإسنادا للمقاومة ودعما لصمود الفلسطينيين. وأكد المتداخلون في مجمل كلماتهم وحدة الموقف الفلسطيني في الداخل والشتات والثبات على خيار المقاومة. وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب إن المقاومة واحدة في فلسطين ولبنان وهي خيار واحد لا يتجزأ ومتكامل. واعتبر الشيخ علي أبو شاهين مسؤول الساحة اللبنانية في حركة الجهاد الإسلامي أن الحرب التي تشنها إسرائيل هي ضد كل الشعب الفلسطيني وضد كل الفصائل. ونعود مرة أخرى إلى ضيفنا من رام الله السيد أنس أبو عرقوب المتخصص في الشأن الإسرائيلي. سيد أنس، كما كنت تتحدث في الجزء السابق من هذه المقابلة أن يائير لبيد سيستفيد إلى حد كبير في الساحة السياسية، يعني في الساحة السياسية في إسرائيل، خاصة وأنه مقبل على انتخابات، يعني هل يعني ذلك أن إسرائيل ستلتزم التزاما صارما بشروط هذه الهدنة؟ من ناحية شروط وقف إطلاق النار هذا أمر غير مستبعد. هناك ضغط من يعني سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة يطالبون بالهدوء، وإسرائيل يعني بذلك تكون خاضعة لمعادلة الرعب المتبادل. صحيح أنه غير متساوي ولكنه موجود خشية من يعني جولة تصعيد جديدة. الهامش الزمني الذي يعني اختاره مخططو هذه العملية العسكرية هو يعني فترة الإجازات الصيفية للإسرائيليين وللمدارس. الأيام المقبلة ربما يعني ستنتهي فترة الإجازات ولن يكون يعني هناك هامش كبير للمناورة والمبادرة إلى عمليات اغتيال ومبادرة إلى عدوان موسع جديد. إسرائيل تريد والحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يقول أن يعني من جزء من أهداف هذه العملية هو يعني ترميم حالة الردع للحفاظ على ما يسمونه الهدوء ومنع الفلسطينيين من تنفيذ هجمات جديدة. الفترة المقبلة حساسة جدا لجيش الاحتلال وأيضا للمستوى السياسي. نقترب من موعد الانتخابات وفي هذه الفترة يعني الذهاب إلى عملية اغتيال جديدة ربما تكون مغامرة يدفع ثمنها من سيصادق عليها في حال أدت إلى هجمات صاروخية تدفع معظم السكان الإسرائيليين إلى الملاجئ. في الساعات الأخيرة من المواجهة تمكنت الكثافة النارية. أشكرك جزيل الشكر سيد أنس أبو عرقوب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.
والآن نترككم مع هذه اللقطات المباشرة التي تأتينا من قطاع غزة، حيث سادت أو يسود الهدوء الآن بعد تنفيذ اتفاق التهدئة والهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين المقاومة الفلسطينية برعاية ووساطة مصرية. هنالك كما يبدو فرح وتفاؤل وسط المواطنين الغزاويين الذين رأينا قبل حوالي الساعة خروج عفوي للمواطنين إلى الشوارع وإلى منازل الشهداء فرحا بهذا الانتصار في هذه الجولة في قطاع غزة، الجولة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين المقاومة في قطاع غزة. كل المواطنين طبعا في قطاع غزة يحدهم الأمل منذ الغد أن تعود الحياة إلى طبيعتها وأن تفتح المعابر المختلفة وأن تعود الخدمات المختلفة الصحية وخدمات الكهرباء إلى قطاع غزة. إذن تغطيتنا الحية والمباشرة مستمرة معكم لمتابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 11:30 بتوقيت القدس من الليلة الماضية، وإليكم الآن تذكيرا بالعناوين. هدوء حذر في قطاع غزة عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ، ووزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 شهيدا. حركة الجهاد الإسلامي تقول إنها فرضت شروطها وإن وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ تلك الشروط، وإسرائيل تقول إنها تحتفظ بحق الرد على أي خروقات. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول الفلسطينيين الحرم القدسي، والسلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي شنه ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ في الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان قصفه أهدافا للجهاد الإسلامي ردا على صواريخ أطلقت من غزة قبل أن يعدل بيانه، ويؤكد شنه الضربات قبيل بدء الهدنة المعلنة. من جهتها تبنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه غلاف غزة، كما قصفت سرايا القدس ضمن عملية وحدة الساحات كلا من عسقلان وسديروت وانتيفوت وكيزوفيم وموقع ريم العسكري بعدد من الرشقات الصاروخية، فيما سمعت صفارات الإنذار في نحال عز في غلاف غزة. وفي وقت سابق قبيل سريان الهدنة تعرض معبر إيريز شمال غزة لأضرار مادية إثر إطلاق قذائف هاون من القطاع بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. وذكرت الإذاعة أن 3 قذائف هاون سقطت قرب المعبر دون وقوع إصابات في الأرواح. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في مؤتمر صحفي أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على التزام إسرائيل بإطلاق سراح الأسير خليل العواودة الذي سيخرج اليوم، والشيخ بسام السعدي الذي سيفرج عنه في وقت لاحق. أنا أقول ببساطة متناهية، الاتفاق بسيط، ليس هناك أي تعقيدات، الاتفاق واضح ومحدد أن تلتزم إسرائيل بإطلاق الأخوين الأسيرين الأخ خليل عودة والشيخ بسام، هذا هو الاتفاق، هذا هو جوهر الاتفاق. ثانيا بشكل عام نحن أكدنا في هذا الاتفاق على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى وحدة الساحات الفلسطينية، هذا هو الموقف ببساطة متناهية.
وأكد زياد النخال أن المقاومة جاهزة في أي وقت للعودة إلى ساحة المعركة إذا تخلف العدو عن الالتزام بشروط الاتفاق حسب تعبيره. إذا لم يلتزم العدو بهذه الطلبة التي وافق عليها سنعتبر أن شيئا لم يحصل يحدث وأن الاتفاق لاغيا وسنستأنف المعركة من جديد إن شاء الله، ولن نتردد لحظة واحدة. إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه فسنستأنف القتال مرة أخرى، وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء. وينضم إلينا من جديد زميل باسل خلف من قطاع غزة. باسل، كيف تصف الأجواء لديك مع دخول هذه الهدنة الآن ربما الساعة الرابعة ونقترب من الساعة الخامسة الآن؟ حالة من الهدوء النسبي في قطاع غزة، لا يوجد أي خروقات يمكن الحديث عنها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي هنا في فلسطين. وحركة المواطنين خفيفة جدا، نحن نتحدث عن يعني 3 أيام كانت صعبة بالنسبة لسكان قطاع غزة، يعني وهذه الحركة محدودة وكانت في الساعة الأولى عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كان هناك 3 تجمعات تقريبا في مناطق شمال قطاع غزة أمام وتحديدا في مخيم جباليا أمام منزل أحد الشهداء هناك، بالإضافة إلى منطقة حي الشجاعية اتجهت باتجاه منزل القيادي البارز في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، ثم في منطقة رفح إلى الجنوب من قطاع غزة وذهبت باتجاه منازل عدد من الشهداء هناك، منهم خالد منصور الشهيد القيادي في سرايا القدس، بالإضافة إلى زياد المدلل وعدد من الشهداء في تلك المنطقة. عدد شهداء الحصيلة النهائية وفق المصادر الطبية هنا 44 شهيدا وشهيدة من بينهم أطفال، بالإضافة إلى 360 تقريبا من المصابين من بينهم مصابون في حالة الخطر. الحكومة في غزة دعت المواطنين أو الموظفين للعودة للعمل صباح هذا اليوم للوضع الطبيعي، بالإضافة إلى المصارف أيضا ستعود للعمل، والجامعات الفلسطينية ستعود للعمل بعد أيام عاشها الفلسطينيون كانت صعبة من الناحية الإنسانية، والأعين تتجه باتجاه المعابر التي يحكم الاحتلال إغلاقها حتى هذه اللحظة. كيف سيكون العمل فيها يوم غد؟ حاجز إيرز بيت حنون شمال قطاع غزة الذي يفتح للأفراد ومن بينهم عدد كبير من العمال الفلسطينيين، وكذلك الحركة التجارية المشلولة منذ أيام في معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ الوحيد للبضائع لقطاع غزة، وهو ما سينعكس إيجابا في حال تم فتحه على الوضع الاقتصادي، وكذلك فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم ودخول الوقود، هذا يعني عودة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وعودتها إلى العمل، وبالتالي نعود إلى حلول جزئية فيما يتعلق بالوضع الإنساني المتأزم هنا في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عاما. نعم باسل، على ذكر الوضع الإنساني المتأزم، أنت أعلنت قبل قليل أو أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة هذه الجولة من التصعيد، حوالي 44 شهيد تقريبا، ثلث هذا العدد من الأطفال و360 جريح. يلاحظ على الرغم من قصر مدة الحملة وهي لم تتجاوز 3 أيام هذه المرة، إلا أن عدد الضحايا كبير. يعني هل فاقم سوء يعني أوضاع الخدمات وظروف الإنقاذ في قطاع غزة من هذا العدد من المصابين والشهداء؟ يعني إلى أي مدى ساهم هذا الوضع أيضا في تفاقم يعني هذه الأعداد؟ السبب الأساسي في رفع عدد الضحايا من المصابين أو حتى الشهداء هو الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنتها طائرات الاحتلال في مناطق سكنية مكتظة.
كان أبرزها منطقة مخيم جباليا للاجئين، وكذلك في منطقة مدينة رفح إلى الجنوب من قطاع غزة. هذه الغارات حينما تسقط في مناطق مكتظة بالسكان يعني عدد كبير من المصابين الذين يصابون من جراء هذه الغارات بالشظايا، وبعضهم يعني حتى وفق المصادر الطبية كان لديهم إصابات خطرة، وموجود عدد منهم في غرف العناية المشددة. بالنسبة لفرق الإنقاذ، هذا بالفعل وهذا ما حدث بالأمس، 8 ساعات تقريبا إلى حين تم إنقاذ وتحديد مصير المفقودين الذين كانوا في مخيم رفح جنوب قطاع غزة. يعني بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة الآن، يعني هل هناك شعور ربما بالتفاؤل في أن الأوضاع ربما ستتجه نحو الأفضل في الأيام المقبلة، خاصة مع الوعود المعلنة من الجانب الإسرائيلي بفتح المعابر، بإدخال ربما الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة؟ هذا بالفعل كما ذكرت لك، إذا فتح حاجز إيرز بيت حنون إلى الشمال من قطاع غزة، يعني أنه 12 ألف عامل أو فلسطيني يحصلون على عمل داخل تصريح عمل في إسرائيل، هؤلاء سيتحركون باتجاه عملهم، وبالتالي ستعود عجلة الحياة الاقتصادية إلى الدوران. بالنسبة أيضا لموضوع كرم أبو سالم، الكثير من المهن والقطاع الإنتاجي معتمد على البضاعة التي كانت تدخل من هناك، وفي حال فتح هذا المعبر يعني أنه سنعود أيضا تدريجيا إلى الحياة الصناعية والإنتاجية هنا في قطاع غزة، وهذا يعني تحسين أوضاع الناس المتأزمة أصلا. وقد يكون هناك ارتباط مباشر في الساعات الأولى يعني يمكن أن نلحظ ذلك خلال ساعات أولى وليس أيام، نظرا لأنه الاحتلال يحسب كل شيء فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم، وهو يعلم أنه بإغلاقه كان يؤذي قطاعات مختلفة من الحياة في قطاع غزة، وأنه عودته يعني إمكانية انتعاش الحياة ولو جزئيا. باسل خلف مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. خرج المئات من أبناء قطاع غزة إلى الشوارع مع سريان وقف إطلاق النار، ورفع المتجمهرون شعارات وطنية، كما وجهوا التحايا لسرايا القدس وكافة الفصائل الفلسطينية على دورها في صد الهجوم الإسرائيلي على غزة، معلنين انتصارهم على الاحتلال الإسرائيلي. أثنى المبعوث الدولي للشرق الأوسط تور وينسلاند على دور قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وكشف وينسلاند أن الأمم المتحدة عملت بشكل وثيق مع مصر للتوسط في استعادة الهدوء بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، وجدد التزام الأمم المتحدة بالعمل على إنهاء التصعيد المستمر وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين. تطالب حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بالإفراج عن 2 من قياديها ضمن شروط وقف إطلاق النار. بسام السعدي هو أحد أبرز قيادي الحركة، يبلغ من العمر 63 عاما من مخيم جنين، قضى في سجون الاحتلال أكثر من 15 عاما، وشكل اعتقاله أولى شرارة التوتر بين إسرائيل وحركة الجهاد على حدود قطاع غزة بسبب ظروف اعتقاله التعسفية.
كذلك تطالب حركة الجهاد بالإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة، ويبلغ عواودة من العمر 40 عاما وهو من بلدة إذنة غرب الخليل، أمضى قرابة 12 عاما من حياته في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويخوض الأسير عواودة إضرابا عن الطعام منذ قرابة 150 يوما ضد تجديد اعتقاله إداريا، ليكون الإضراب السادس له عن الطعام في حياته. ومعنا عماد، سيد عماد حرب، الباحث في المركز العربي في واشنطن. السيد عماد أهلا بك. أهلا فيك، شكرا على استضافتك. ماذا بعد هذا الاتفاق؟ ماذا بعد هذا الاتفاق؟ لا أحد يعلم بالحقيقة. الوضع في غزة لم يتغير ولن يتغير، باعتقادي أن إسرائيل فقط تحقق ما تريد. لا يزال الحصار مفروض على قطاع غزة، لا يزال الحصار قطاع غزة يعتبر سجنا مفتوحا لاثنين أو أكثر من 2 مليون شخص. باعتقادي أن هذا لن يتغير. ما سيتغير هو أن الوضع الأمني بشكل عام بين إسرائيل وقطاع غزة سيكون أكثر تعقيدا. هذا أيضا على الساحة الفلسطينية، برأيي أن الساحة الفلسطينية ستشهد بعض التوترات الأكثر، لأن بصراحة حركة حماس لم تتدخل في هذه المعركة. المعركة أقيمت من إسرائيل ضد الجهاد الإسلامي. باعتقادي أن الجهاد الإسلامي وحركة حماس لن يكون على ما كان عليه من التنسيق السابق. لهذا الوضع بشكل عام لن يتغير بالنسبة للاحتلال ولكن والحصار، ولكن بالنسبة للساحة الفلسطينية قد نشهد بعض التغيرات فيها. هل يتوقع التزام الجميع بهذا الاتفاق؟ هذا كان هناك العشرات من الاتفاقيات التي كسرتها إسرائيل ونقضتها إسرائيل. هذا معروف، إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات، وإسرائيل تريد أن تحقق ما تريد خاصة في هذه المرحلة. هناك شهران ونصف لبداية الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، وباعتقادي أن الحكومة الحالية تحاول أن تحسن ظروفها، وهذا ما حصل في الحكومات السابقة أيضا. هذا ليس حصرا على الحكومة الحالية، على يائير لابيد أو غانتس. كان الوضع كما هو عليه عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء. الفلسطينيون إن كان في الضفة أو في قطاع غزة هم ورقة في يد الساسة الإسرائيليين الذين يقومون بتحريك باستعمال هذه الورقة لتحسين أوضاعهم السياسية كلما كان هناك انتخابات للكنيست. كيف سينعكس هذا يعني نتائج هذه الجولة من التصعيد على الساحة السياسية في إسرائيل، خاصة وأن إسرائيل مقبلة الآن على انتخابات؟ لا أعرف إذا كان بالفعل هذا سينعكس بشكل جيد على لابيد أو بشكل سيء على لابيد، لأن الجولات السابقة التي قام بها بنجامين نتنياهو لم تنعكس بالضرورة بشكل جيد عليه، لأنه عندما شكل حكوماته السابقة بعد أن وتر الأوضاع مع الفلسطينيين لم نشهد أن حكومته عاشت كثيرا. هناك هذا الانتخاب الخامس في عامين. لا أعتقد أن لابيد بالفعل سيربح الكثير من ذلك. المجتمع الإسرائيلي، نحن نعلم المجتمع الإسرائيلي أصبح ليس منقسما على ذاته بين يسار ويمين، هو بين اليمين واليمين المتطرف. الحقيقة أنا لا أرى أن يائير لابيد هو يساري متطرف بالفعل. هناك مشروع صهيوني ينفذه الجميع، الإسرائيليين، جميع الساسة الإسرائيليون هم صهاينة ويحاولون أن يحسنوا من أوضاعهم ضد بعضهم البعض. هذا لن ينعكس بشكل جيد على الفلسطينيين ولم ينعكس أبدا بشكل جيد عليهم. أما الساسة الإسرائيليون فهم يقفزون من أزمة إلى أخرى
كي يستمروا في طريقة عيشهم مع الفلسطينيين. هذه دولة غير شرعية أقيمت باحتلال أراضي شعب آخر، وهي لا تعيش إلا على الحرب. يعني لا أعرف إذا كان بالفعل هذه الأيام الثلاثة الماضية سينعكسون بشكل جيد على لبيد أو شيء سيء، هذا سنرى ما سيحصل في نوفمبر القادم. نعم، يعني بالنسبة لانعكاسات هذه الجولة على أو الاهتمام الدولي بنتائج هذه الجولة، بعد التوصل لاتفاق هدنة يتوقع اليوم أن تنعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بحسب ما أشارت الحكومة الفلسطينية في رام الله. ما الذي يتوقع ربما من هذا الاجتماع المغلق بعد انتهاء هذه الجولة والتوصل إلى وقف الإطلاق النار واتفاق هدنة؟ سيدي، أتمنى لهم خيرا إن كان اجتماعا مغلقا أو مفتوحا. مجلس الأمن بكل صراحة في القضية الفلسطينية، مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن تسيطر عليها الولايات المتحدة والإدارة بايدن، وكما قبلها من إدارات تحاول أن تدافع عن إسرائيل مهما كان الموقف الإسرائيلي. مهما حصل في مجلس الأمن هذا لن ينعكس بالضبط على تحسين في وضع الفلسطينيين قبالة إسرائيل. هذا مهما حصل في مجلس الأمن ستكون إسرائيل هي المسيطرة، سيستمر العدوان الإسرائيلي، سيستمر الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة ستستمر في المدافع عن إسرائيل مهما حصلت هذه مهما حصل في هذه الاجتماعات. لن يكون هناك نتيجة إيجابية بالنسبة للفلسطينيين. بالطبع السلطة الفلسطينية تحاول أن يكون لها دور. الرئيس عباس لا يريد أن ينسى في حالة من هذا النوع. هو يحاول التأثير في الوضع، كذلك المنظومة العربية قد تحاول أن تؤثر في الموقف الدولي وخاصة في موقف الولايات المتحدة، وهذا بالنسبة لي هذا كله لا معنى له بالحقيقة. إسرائيل ستبقى على موقفها، الولايات المتحدة ستبقى على موقفها حتى يتغير ميزان القوى، ولكن ميزان القوى العربي لن يتغير. برأيي أن الميزان الوحيد الذي يمكن أن يؤثر ويغير هو وضع الفلسطيني. الفلسطينيون على الفلسطينيين أن يوقفوا تشرذمهم، يوقفوا الانقسام الموجود، وأن يوجد هناك خطة بالفعل لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. عماد حرب، الباحث في المركز العربي للأبحاث من واشنطن، شكرا جزيلا لك. شكرا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وأشارت الوزارة في بيان لها أنه سقط نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع 44 شهيدا من بينهم 15 طفلا وأربع سيدات، وإصابة 360 شخصا بجروح مختلفة. يستدير لها العدوان الإسرائيلي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، يستهدف منزلا في مخيم الشعوط بالمدينة يرتقي فيه نحو 10 شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور واثنين من رفاقه. لا توفر الضربات الإسرائيلية أهدافا مدنية، وكان شيء مرعب مخيف جدا جدا. يعني استهدفوا البيت تقريبا بخمس صواريخ أو ست صواريخ أشلاء، يعني الإشي مرعب مرعب جدا فعليا. عمارة شقتين فيها ثلاث شقق، محلات تجارية، محددة، واحد تاع الألمنيوم، واحد نجار، إيش بده يطلع ولا يطلع، واحد تاع مسمكة وتاع جاج، منجرة، يعني هذه فاجعة إنسانية. لا يقف الغزيون عند الفواجع كثيرا وإن شيعوا بلوعة شهداءهم. فرق الإنقاذ أنهت إخراج من هم تحت الردوم خلال ساعات، ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفيات القطاع، ويلملم هنا ما لم يسوى بعد بالأرض من مستلزمات الحياة. لا يعمر الدمار على كثرة تواتره على أرضها غزة إلا قليلا. يمهدون لغد حاضره موصول برد القصف بقصف، تمده سرايا القدس برشقات صاروخية وقذائف هاون تجاه مواقع ومدن إسرائيلية، إلى أن تصفو لغزة سماء تسكن تحتها وحيدا.
قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن المقاومة الفلسطينية كلها كانت في مربع واحد في غرفة العمليات المشتركة، واصفا العلاقة بين الجهاد وحماس بالجيدة والتي تتطور باستمرار. نحن في فصائل المقاومة نعتبر أنفسنا في مربع واحد، وهناك غرفة عمليات مشتركة. بالنسبة للعلاقة بين الجهاد وحماس هي علاقة جيدة وتتطور باستمرار. نحن في هذه الجولة حتى الآن نقوم بواجبنا ومسؤولياتنا. السرايا تستطيع أن تستمر لأيام طويلة. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال لن ينجح في تمزيق وحدة المقاومة، وأضاف حمدان في حديثه مع التلفزيون العربي أن العدو الإسرائيلي أدرك تماما أن سياسة الاغتيالات ليست سياسة ناجعة في التعامل مع المقاومة، وأنها قد تفضي إلى مواجهات لا يرضاها. حقيقة هذه حرب نفسية شنها العدو من اللحظة الأولى. غرفة عمليات المقاومة كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية المواجهة. العدو أدرك تماما بعد هذه الجولة أن سياسة الاغتيالات لن تكون سياسة ناجعة في التعامل مع المقاومة بأي حال من الأحوال، وأن عمليات الاغتيال من شأنها أن تفضي إلى مواجهات قد لا تكون نتائجها وفق ما يرضى الاحتلال. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة تنفيذه 71 مهمة منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة يوم الجمعة الماضي. وقال المتحدث باسم الجهاز إن الاحتلال الإسرائيلي دمر عدة مبان فوق رؤوس ساكنيها في جريمة حي الشعوت برفح مساء السبت. نطالب المجتمع الدولي والعربي إلى إدخال المعدات، معدات الإنقاذ التي تختص في عمليات الإنقاذ لدى الدفاع المدني، حتى يقوم الجهاز بتنفيذ كامل مهامه على أكمل وجه. ثانيا، ندعو لتجنب المدنيين من عمليات الاستهداف والقصف التي راح ضحيتها عشرات من الأطفال والنساء والمسنين. طالبت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وممارسة ضغط عليه لإنهاء الحصار والعقاب الجماعي الذي حول قطاع غزة إلى معتقل كبير. ودعت الهيئة إلى إدخال المواد الغذائية والمواد اللازمة لتشغيل الكهرباء تفاديا لوقوع كارثة إنسانية في القطاع. إننا في الهيئة الوطنية إذ نثمن هذه الأدوار الشعبية والكفاحية والبطولية، نطالب المجتمع الدولي بفرض العقوبات على دولة الاحتلال وممارسات الضغط عليها من أجل إنهاء الحصار والعقاب الجماعي الذي حول المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة إلى معتقل كبير، وإدخال المواد اللازمة للكهرباء والمواد الغذائية خوفا من وقوع قطاع غزة في كارثة إنسانية محدقة يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والضمير الإنساني العالمي. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن الحكومة الفلسطينية باشرت حراكا دبلوماسيا لشرح أبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم قوات الاحتلال في حق الأطفال والأبرياء ومنازلهم في القطاع. من جانبها شرعت الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس ومن خلال وزارة الخارجية بحراك دبلوماسي وقانوني لشرح أبعاد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفضحه، وخاصة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين الأبرياء والمنازل والبنية التحتية في قطاع غزة. وأضاف شتي أن اجتياح المستوطنين الإسرائيليين للحرم الشريف والمسجد الأقصى وحملة الاعتقالات في الضفة ليس دعاية للأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات فحسب، بل هي عدوان مستمر وشامل على الشعب الفلسطيني. هذا العدوان المتجدد سنويا على غزة يجب أن يتوقف فورا، وهذه الجرائم ستضاف للملفات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية. سيادة الرئيس أبو مازن يواصل اتصالاته منذ اللحظة الأولى للعدوان مع جميع الجهات المعنية للوقف الفوري لهذه الحرب على أهلنا في قطاع غزة.
وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مقتضب إن 2200 مستوطن متطرف اقتحموا المسجد خلال الفترتين الصباحية والمسائية. سخونة الأحداث في قطاع غزة كان لها صدى في القدس المحتلة، فتجددت الاستفزازات الإسرائيلية في المدينة المقدسة من خلال اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. الاقتحامات تمت بشكل متتال على شكل مجموعات وصل عددها إلى 30 مجموعة. ترأس عضو الكنيست إتمار بن خفير إحدى المجموعات تلبية لدعوة جماعات استيطانية طالبت بتنظيم الاقتحامات في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. الشرطة الإسرائيلية قامت بالاعتداء على عدد من المصلين والصحفيين وأخرجتهم بالقوة من المسجد بالتزامن مع تنفيذ المستوطنين مسيرات استفزازية في محيط المسجد، حيث تم رفع أعلام إسرائيلية وإطلاق هتافات عنصرية. وأثناء الاقتحامات دوت صفارات الإنذار بالقدس في إشارة إلى إطلاق صواريخ على المدينة، حيث قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مدينة القدس المحتلة وسديروت ردا على تلك الانتهاكات. هيئات ومرجعيات إسلامية في القدس المحتلة حذرت من محاولة السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديني والقانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، مطالبة الدول الإسلامية كافة بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات التي زاد عدد منفذيها بنحو 10 أضعاف عن الأيام السابقة. وينضم إلينا السيد الدكتور منصور أبو كريم الباحث بمركز رؤية للأبحاث في غزة. دكتور أهلا بك. يعني هذه الجولة التي انتهت الليلة الماضية، هذه الجولة من التصعيد على قطاع غزة بالتأكيد ليست الأولى، ربما هي السادسة أو السابعة على القطاع. يعني ما الجديد الذي لاحظته في هذه الجولة والذي يختلف عن الجولات السابقة؟ يعني في البداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والسلامة التامة لكافة أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في مدينة القدس. لا شك أنه جولة التصعيد الأخيرة التي توقفت صباح هذا اليوم حملت الجديد عن الجولات التصعيد السابقة. هذه الجولة بادر فيها الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بعملية عسكرية خاطفة ضد حركة الجهاد الإسلامي عبر اغتيال قياداتها الميدانية بهدف إرسال رسائل للفصائل الفلسطينية وخاصة حركة الجهاد وحركة حماس أن هناك رفض إسرائيلي قاطع لعودة تسخين جبهة غزة، رفض إسرائيلي لربط ما يجري في الضفة الغربية ومدينة القدس بما يجري في قطاع غزة، وأيضا بهدف تحقيق مكاسب سياسية للمستوى السياسي وخاصة حكومة خصوم نتنياهو المشكلة من لبيد وبنت في مقابل نتنياهو في الجولة الانتخابية القادمة. وبالتالي هذه الجولة حملت العديد من المتغيرات التي حاولت إسرائيل على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني تحقيقها، منها القيام بعملية خاطفة ومحاولة عزل حركة الجهاد الإسلامي عن باقي الفصائل الفلسطينية في محاولة منها لتعزيز سياسة الفصل، سواء الفصل الميداني بفصل الجغرافية السياسية الفلسطينية أو الفصل السياسي والفصل الفصائلي باستفراد بحركة الجهاد الإسلامي. ولأي حد نجحت في ذلك؟ لا شك أنه إسرائيل حتى يعني إسرائيل حاولت تحقيق بعض المكاسب من خلال عملياتها العسكرية الخاطفة، نجحت في اغتيال قيادات عسكرية ميدانية لحركة الجهاد الإسلامي، نجحت في محاولة بث الشقاق في داخل صفوف المقاومة الفلسطينية، لكن بدأ الشارع الفلسطيني وبدأت حركة المقاومة الفلسطينية موحدة في مواجهة إسرائيل، وإن لم تشارك بعض الفصائل الفلسطينية في المعركة بصورة
فعلية، إلا أنها ساندت الموقف، موقف حركة الجهاد الإسلامي على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي، وكان هناك موقف واضح من الكل الفلسطيني بدعم مطالب حركة الجهاد الإسلامي التي أكدت أن لا يمكن فصل الساحات الفلسطينية عن بعضها البعض، وخرجت حركة الجهاد الإسلامي، خرج الكل الفلسطيني من هذه الجولة بالعديد من الانتصارات. الانتصار الأول هو التأكيد على وحدة الساحات الفلسطينية، وأن ما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة هو وحدة واحدة، وأن ثبات حركة الجهاد الإسلامي والفصائل التي دخلت هذه المعركة أكدت على صمودها رغم اختلاف موازين القوة ما بين الجيش الإسرائيلي الذي يمتلك العديد من القدرات العسكرية والتكنولوجية، وحركة الجهاد أو سرايا القدس التي تمتلك بعض الإمكانيات العسكرية في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. طيب، دخلت الهدنة حيز التنفيذ، وحتى الآن يبدو أن هناك التزام من الجميع بهذه الهدنة. يعني هل شروط استمرار هذا الاتفاق متوفرة لدى كل الأطراف؟ بكل تأكيد الجميع معني بعدم التصعيد أو عودة إلى التصعيد مرة أخرى. إسرائيل من جانبها اعتقدت أنها حققت بعض المكاسب السياسية في مواجهة في ظل الأزمة السياسية الداخلية، وأيضا استطاعت أن تحقق بعض النتائج الميدانية من خلال استهداف قادة سرايا القدس وتوجيه ضربة للقادة الميدانيين لسرايا القدس. أيضا حركة الجهاد الإسلامي حققت بعض المكاسب في صمودها وثباتها على مواقفها بربط الساحات الفلسطينية ببعضها البعض، وبالتالي كافة الأطراف خرجت من هذه المعركة بنوع من الرضا، وهذا ما يؤكد ثبات وقف إطلاق النار وعدم اختراق وقف إطلاق النار من أي طرف من الأطراف. نعم، السلطة الفلسطينية في رام الله وعلى لسان رئيس الوزراء محمد شتية أعلنت عن حراك دبلوماسي واسع لربما التعريف بحجم هذه الأزمة وبالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس سواء في غزة. أشار أيضا إلى جلسة مجلس الأمن المغلقة. إلى أي مدى يبدو هذا الحراك مجدي الآن بعد انتهاء هذه الجولة؟ بكل تأكيد الحراك السياسي الذي يهدف إلى حشر إسرائيل في الزاوية وعزل إسرائيل في المجتمع الدولي من خلال التأكيد على إدانة إسرائيل وإدانة الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء خلال جولة التصعيد الأخيرة أو خلال جولات التصعيد الممتدة تجاه قطاع غزة وتجاه الأراضي الفلسطينية بشكل عام. إسرائيل دولة تتجاوز القانون الدولي، دولة تصنف على أنها دولة أبرتهايد، وبالتالي المجتمع الدولي والضمير الدولي مطالب بوضع حد للممارسات الإسرائيلية، وهذه الممارسات وهذا الحد يجب أن يكون من خلال المؤسسات الدولية، من خلال مجلس الأمن، بإدانة الممارسات الإسرائيلية، بإدانة السلوك الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو باقي الأراضي الفلسطينية. أيضا مجلس حقوق الإنسان مطالب أن يتخذ خطوات عملية في ظل الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء وبحق المدنيين بعد أن تم قصف المدنيين وتم قصف البيوت على رؤوس ساكنيها، وبالتالي المجتمع الدولي والضمير العالمي مطالب بأن يتخذ مواقف متقدمة تجاه الممارسات الإسرائيلية كما اتخذ بحق الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتالي لا يجب أن يتم التعامل بهذه الازدواجية في المعايير فيما يتعلق بإدانة الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية والتغاضي عن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في مدينة القدس. نعم، طيب، يعني بالنسبة للوضع الداخلي في إسرائيل، كيف تتوقع أن يستثمر لابيد وغانس نتائج هذه الحملة في المستقبل القريب في إسرائيل؟ هل تسمعني دكتور منصور؟ نعم،
سنحاول العودة إليك خلال هذه التغطية الدكتور منصور أبو كريم الباحث بمركز رؤية للأبحاث في غزة. هذه صور نذكر بأنها تردنا مباشرة من قطاع غزة بعد دخول الهدنة، ربما نقترب من الساعة 5 الآن. الأوضاع كما يبدو من الصور حتى الآن هادئة جدا، يبدو أن الجميع ملتزم بهذه الهدنة التي تمت برعاية ووساطة مصرية وكذلك بجهود دولية منها قطر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أشار إلى ذلك مبعوث الشرق الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط. نتائج هذه الحملة أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام متتالية، حوالي 44 شهيد، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال، وعشرات أو مئات الجرحى والمصابين، تجاوز العدد حتى الآن حوالي 360 جريحا، في ظل ربما أوضاع خدمية متردية في قطاع غزة بسبب الحصار الطويل لهذا القطاع. من جهتها أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه حقق الأهداف المرجوة من هذه الحملة، وقال زياد النخال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في مؤتمر صحفي أن المقاومة فرضت شروطها في هذا الاتفاق على الاحتلال الإسرائيلي، وأبرز هذه الشروط: الإفراج عن خليل العواودة وإدخاله إلى المستشفى، وكذلك الإفراج عن الشيخ بسام السعدي، وأن المقاومة جاهزة للتعامل والتصدي لأي خروقات من جانب الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذا الاتفاق الذي بذلت فيه جهود كبيرة حتى يصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي في 11:30 من الليلة الماضية. نواصل هذه التغطية حيث حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والبيئية في القطاع. وناشد الاتحاد جميع الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة الوقوف عند مسؤولياتها ومساندة البلديات للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. إننا في اتحاد بلديات قطاع غزة وأمام خطورة هذا الوضع ولمنع كارثة إنسانية حقيقية وبشكل عاجل، فإننا نناشد المؤسسات الدولية والجهات المحلية والجهات المانحة للوقوف عند مسؤولياتها ومساندة البلديات من أجل استمرار تقديم الخدمات ومن أجل توفير احتياجات المواطنين وتوفير الوقود على وجه الخصوص، لأن عدم توفير الوقود سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. هدمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبحي صبيحات وأسعد رفاعي في قرية رمانة غرب جنين فجر اليوم. وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا في محيط القرية قبل عملية الهدم، فيما انتشر القناصة على أسطح المنازل بمساندة قوات خاصة. وتتهم سلطة الاحتلال الأسيرين بتنفيذ عملية العاد بداية مايو الماضي التي قتلا فيها 3 إسرائيليين وأصاب 3. ولازلنا نتابع هذه التغطية المباشرة لبدء سريان الهدنة والاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ ويأمل الكثير من المواطنين في غزة أن يحدث انفراج في حياتهم مع شروق شمس أول يوم بعد هذه الحملة، مع بدء فتح المعابر وأيضا وصول إمدادات
الوقود لكهرباء غزة، وأيضا للعيش في سلام خلال الأيام المقبلة بالتزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية مكثفة خلال الأيام الثلاثة التي استمرت خلالها الحملة، وأيضا بجهود دولية وإقليمية أخرى ساهمت في أن يرى هذا الاتفاق النور وأن يتم تطبيقه بدءا من 11:30 من الليلة الماضية في قطاع غزة. الصور التي تأتينا من غزة الآن تشير بوضوح إلى التزام الجميع بهذا الاتفاق، وتبدو سماء غزة خالية من أي صواريخ أو طائرات أو مقذوفات. ونعلن هذا الخبر العاجل، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تأييده لوقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حركة الجهاد الإسلامي. وأعلن كذلك بايدن أن إدارته تؤيد إجراء تحقيق حول سقوط مدنيين خلال هذه الحملة. هذه الأخبار تأتي تباعا، دعا أيضا إلى توفير إمدادات الوقود والغذاء بشكل عاجل إلى قطاع غزة. نواصل معكم هذه التغطية ونعود إلى ضيفنا الدكتور منصور أبو كريم الباحث بمركز رؤية للأبحاث في قطاع غزة. انقطع الوصل بيننا دكتور منصور، وكنت قد سألت يعني كيف يمكن أن يستثمر يائير لابيد أو بيني غانس يعني ما تم خلال هذه الجولة في الساحة السياسية في داخل إسرائيل والتي تقبل طبعا بالطبع على انتخابات. يعني لا شك أنه دائما التصعيد على جبهة غزة والدم الفلسطيني هو دائما حاضر في أي جولة انتخابية في إسرائيل، خاصة في ظل استمرار الأزمة الداخلية في إسرائيل. إسرائيل على مدار 3 أو 4 أعوام ذهبت باتجاه 5 جولات انتخابية، كان يا إما مشروع الضم في الضفة الغربية وتهويد حاضرا في الجولات الأولى، ومن ثم انتقل قضية التصعيد على جبهة غزة. لذلك من يريد أن يعزز فرصه في النجاح في الانتخابات الإسرائيلية عليه أن يبادر بالتصعيد تجاه قطاع غزة تحديدا، لإرسال رسائل للمواطن الإسرائيلي والمستوطن الإسرائيلي تحديدا أنه قادر على توفير الأمن على جبهة غزة خلافا لما كان يفعل نتنياهو. وبالتالي هناك سياسة إسرائيلية، سياسة خصوم نتنياهو أو حكومة خصوم نتنياهو، منذ اللحظة الأولى لدخولها الحكومة واستلامها زمام الأمور حاولت انتهاج سياسة مختلفة عن سياسة نتنياهو من خلال القبضة الأمنية ومن خلال القوة تحت شعار من لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة. هذه المقولة التي حفرها شارون في العقلية الإسرائيلية ترتكز على استخدام مزيد من القوة لتطويع الفلسطينيين وإرغامهم على القبول بما هو مطروح. لذلك إسرائيل وحكومة خصوم نتنياهو استخدمت هذه المقولة وهذه النظرية وطبقتها تجاه قطاع غزة خلال العام الماضي من خلال استخدام أكثر للقوة تجاه قطاع غزة من أجل توفير الحماية أو الهدوء لمنطقة غلاف غزة وتعزيز فرصهم في الانتخابات الإسرائيلية القادمة من خلال طرح سياسات مختلفة عن سياسات نتنياهو. وهذا أمر يسعى لابيد وبني غانس من خلاله لتعزيز فرصهم في الانتخابات، وقد حصلوا على ما أرادوا من خلال استطلاعات الرأي التي تؤكد تقدم ملموس للثنائي في مواجهة نتنياهو، لأن هناك خشية
من قبل الحكومة، من قبل خصوم نتنياهو بعودة نتنياهو. أيضا هناك عدم رغبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل حكومة بايدن تحديدا بعودة نتنياهو، لأن عودة نتنياهو يعني انتهاء تاما لأي فكرة لعودة إلى مسار التسوية مرة أخرى. طيب، يعني على المستوى الميداني ربما، هل يعني كشفت هذه الجولة ربما عن جديد في الاستراتيجيات، ربما في قواعد الاشتباك بين المقاومة، فصائل المقاومة المختلفة وإسرائيل في هذه الجولة بالتحديد، رغم أن هذه الجولة كانت قصيرة جدا؟ بكل تأكيد، برغم قصر هذه الجولة إلا أنها أيضا حملت متغيرات. المتغير الأول أن إسرائيل بدأت هذه الجولة منذ البداية باستهداف قادة ميدانيين لسرايا القدس في محاولة لإرسال رسائل بالعودة إلى سياسة الاغتيالات. أيضا حركة سرايا القدس لم تبادر منذ البداية بقصف العمق الإسرائيلي في محاولة منها بعدم استفزاز آلة الحرب الإسرائيلية بمزيد من القتل. لذلك بقيت قصف القوى الفلسطينية التي دخلت المعركة متمركز حول منطقة غلاف غزة، ولم يستمر أو ولم يمتد إلى منطقة العمق الإسرائيلي، وخاصة منطقة غوش دان التي تضم مدينة القدس والمدن الكبرى داخل إسرائيل مثل القدس وتل أبيب. هذه السياسة منعت من استهداف الأبراج، منعت من استهداف المناطق السكنية العالية، ومنعت من تدمير البنية التحتية، لأن إسرائيل عندما خلال جولة التصعيد الماضية في مايو عام 2021 عندما استهدفت الفصائل الفلسطينية مدينة القدس ومدينة تل أبيب، ردت إسرائيل باستهداف الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وقد دمرت العديد من الأبراج ومن البنية التحتية الفلسطينية. وبالتالي هذه الجولة حملت جديدا، الجديد أنه لم تبادر القوى الفلسطينية باستهداف العمق الإسرائيلي بقوة، وأيضا إسرائيل لم تبادر باستهداف الأبراج السكنية كما فعلت في جولة التصعيد الأخيرة، وهذا حمل متغيرا في المواجهة الحالية، وهذا ما أدى إلى أن زمن المواجهة لم يمتد كثيرا بل استمر يومين أو أكثر قليلا. يعني أيضا لوحظ أن فصائل المقاومة الأخرى بما فيها حركة حماس في قطاع غزة يعني لم تدخل بثقلها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة، ماذا يعني ذلك وكيف يمكن أن يفسر في إطار الوحدة الداخلية وتنظيم العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على وجه التحديد؟ دكتور، يبدو أن الدكتور منصور لا يسمعني، سأعود إليك خلال هذه التغطية. إذن بوساطة مصرية، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيز التنفيذ في وقت متأخر من مساء أمس الأحد. وقال الأمين العام بحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة خلال مؤتمر صحفي إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة جرى بضمانات مصرية بالإفراج عن الأسير خليل عواودة والشيخ بسام السعدي، مهددا بالعودة إلى الميدان في حال خرق إسرائيل للهدنة. هكذا بدا ليل غزة، هدوء حذر بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ حتى اللحظات الأخيرة من بدء سريانها. في ساعات متأخرة من مساء الأحد حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف فوق غزة في مقابل رشقة صاروخية أطلقتها سرايا القدس باتجاه المدن والبلدات في غلاف القطاع التي لم تتوقف فيها صافرة الإنذار. في حسابات المواجهة العسكرية يريد كل طرف أن تكون له الكلمة الأخيرة قبل بدء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية.
القاهرة التزمت بضمانات لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بينما شددت الحركة على مطالبها واعتبرت أن أي خرق لبنود الهدنة يعد نسفا للاتفاق من أساسه ومؤذنا بالعودة إلى الميدان من جديد. الاتفاق واضح ومحدد أن تلتزم إسرائيل بإطلاق الأخوين الأسيرين الأخ خليل عودة والشيخ بسام، هذا هو الاتفاق، هذا هو جوهر الاتفاق. بعد 3 أيام من الغارات على هذه الجغرافيا المحاصرة تحصي غزة ضحاياها، استشهد 43 بينهم 15 طفلا وأربع سيدات، أما عدد الإصابات فبلغ 311 وفق وزارة الصحة الفلسطينية. أما لدى الطرف الآخر فعدد الإصابات بلغ 47 وأغلبهم نتيجة الهلع الذي خلقته صواريخ سرايا القدس على عدد من المدن بينها تل أبيب وعسقلان وأجبرتهم على الاحتماء بالملاجئ. حالة الهجوم والتصدي هذه تؤكد فيها المقاومة بمختلف فصائلها أنها رقم صعب قادر على رفع الكلفة على الاحتلال في معادلة الصراع. إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه فسنستأنف القتال مرة أخرى وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء. إعلان وقف إطلاق النار الذي رحبت به الأمم المتحدة وعواصم عدة يظل في كل الأحوال رهينا بالتزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، والتي تشهد المرات السابقة أن تل أبيب تعودت على خرقها بما يخدم الداخل الإسرائيلي وينعش خطاب الأحزاب السياسية المتنافسة على استقطاب أصوات الناخبين ولو على حساب الدم الفلسطيني. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهدنة التي أعلنتها إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، وقال بايدن في بيان إنه يؤيد إجراء تحقيق بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أن إدارته تدعم إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب. كما دعا جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع وقف القتال. ونعود إلى ضيفنا من غزة دكتور منصور أبو كريم الباحث بمركز رؤية للأبحاث في غزة. دكتور أهلا بك، هل تسمعني هذه المرة؟ نعم، يبدو أن دكتور منصور أيضا لا يسمعني هذه المرة، وريثما يجهز نذكر بأن هذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ تقريبا منذ حوالي أكثر من 5 ساعات ونصف من الآن، وهو اتفاق تم بوساطة مصرية وبجهود دولية وإقليمية لوقف هذه الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استهدفت بشكل خاص قادة في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وأيضا أدت إلى مقتل أكثر من 44 شهيد في القطاع، نصفهم من الأطفال والنساء، وإلى جرح أكثر من 360 جريحا بعضهم في حالات حرجة. هذا الاتفاق الذي جاء بوساطة وبرعاية مصرية خلال الأيام الثلاثة التي سبقت التوصل إلى هذا الاتفاق، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها فرضت شروطها في هذا الاتفاق، بينما قال الاحتلال الإسرائيلي إنه حقق الأهداف من هذه الحملة. أعود إلى الدكتور منصور أبو كريم الباحث بمركز رؤية للأبحاث في غزة، هل تسمعني دكتور؟ الدكتور منصور أبو كريم إذا كنت تسمعني، أشار سيد زياد النخالة إلى وحدة الساحات الفلسطينية، وأشار إلى أن هذا الانتصار هو انتصار للشعب الفلسطيني كله بمقاومته وبقواه السياسية المختلفة في الوقت الذي جرت فيه المعارك الميدانية في قطاع غزة، ولم تشارك فصائل المقاومة الأخرى بالثقل المتوقع عادة في مثل هذا النوع من الحملات. إلى ماذا يؤشر ذلك وكيف يمكن أن يقرأ فلسطينيا؟
يعني لا شك أنه دخول حركة الجهاد الإسلامي بمفردها على خط المواجهة كان يشكل متغير جديدا في الساحة الفلسطينية، خاصة أنه أي عملية للمواجهة في قطاع غزة كان الكل الفلسطيني يشارك فيها، إلا أنه حركة حماس فضلت هذه المرة تقديم المساعي السياسية على المساعي العسكرية في محاولة منها لتجنب تكرار عدوان 2021 الذي أدى إلى تدمير كامل للبنية التحتية، خاصة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تردي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وبالتالي الحركة فضلت في هذه المرة عدم الانجرار وراء المخطط الإسرائيلي بالدخول في جولة تصعيد أعد لها الاحتلال وحضر لها جيدا، وبالتالي كان هناك رغبة من قبل حركة حماس بعدم الانجرار وراء مساعي الاحتلال بفتح مواجهة عسكرية جديدة في ظل ما يعنيه قطاع غزة من تحديات. وبالتالي هذا الأمر شكل متغيرا جديدا في المعادلة الفلسطينية، أن تقود حركة الجهاد الإسلامي المواجهة مع الاحتلال بمساعدة بعض القوى الفلسطينية الأخرى مثل كتاب أبو علي مصطفى ومثل كتاب الحركة الوطنية ومثل كتاب شهداء الأقصى. كل هذه الأجنحة شاركت في المواجهة الاحتلال الإسرائيلي في جولة التصعيد بدون أن تدخل على خط المواجهة كتائب عز الدين القسام، وهذا لم يكن إلا تكتيكا من قبل حركة حماس وكتائب القسام بعدم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي مبررا للدخول في مواجهة عسكرية شاملة في ظل ما تعنيه قطاع غزة من تحديات. هذا الأمر قد يراه البعض نوع من الاختلاف أو الخلاف داخل قوى المقاومة، لكن أكد السيد زياد النخالة أن هذا الأمر حدث بتوافق ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وما بين حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ولا يشكل أي متغيرا في العلاقة ما بين الحركتين. أشكرك جزيل الشكر دكتور منصور أبو كريم الباحث لمركز رؤية للأبحاث في غزة، وأعتذر منك. نحن الآن على رأس الساعة ونرحب بكم من جديد إلى هذه التغطية الحية والمباشرة لمتابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 11:30 بتوقيت القدس. والبداية بالعناوين: هدوء حذر في قطاع غزة عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ، ووزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 شهيدا. حركة الجهاد الإسلامي تقول إنها فرضت شروطها، وإن وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ تلك الشروط، وإسرائيل تقول إنها تحتفظ بحق الرد على أي خروقات. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل. شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول الفلسطينيين الحرم القدسي، والسلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر. أهلا بكم. قال مراسل التلفزيون العربي أن هدوءا نسبيا يسود قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأضاف المراسل أن الاتفاق لم يشبه أي خرق حتى اللحظة بين أي من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكانت مصر قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد جهود حثيثة منها لإنهاء حالة التوتر في قطاع غزة. ودعت مصر في بيان لها نقلا عن مصدر مسؤول كافة أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل، اعتبارا من منتصف ليل أمس من الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين. وأشارت إلى أنها تبذل جهودا للإفراج عن الأسيرين خليل العواودة وبسام السعدي في أقرب وقت ممكن. هكذا بدا ليل غزة،
هدوء حذر بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ. حتى اللحظات الأخيرة من بدء سريانها في ساعات متأخرة من مساء الأحد، حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف فوق غزة في مقابل رشقة صاروخية أطلقتها سرايا القدس باتجاه المدن والبلدات في غلاف القطاع التي لم تتوقف فيها صافرة الإنذار. في حسابات المواجهة العسكرية يريد كل طرف أن تكون له الكلمة الأخيرة قبل بدء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية. القاهرة التزمت بضمانات لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بينما شددت الحركة على مطالبها واعتبرت أن أي خرق لبنود الهدنة